حامل التليفون ده هنستخدم له 4 قطع من الكرتون. أول قطعة 11 سنتي في 6.5، وتاني قطعة 10 سنتي في 6.5، وتالت قطعة 5.5 في 6.5، ورابع قطعة 2 سنتي في 6.5. القطعة دي هنشطفها على شكل زاوية 45، وكذلك القطعة دي هنشطفها على زاوية 45، وهنبدأ نلزق الحتة الصغيرة دي كده بنفس الشكل باستخدام مسدس الشمع، وهنلزقها كويس، وهنلزق القطعة 5.5 في 6.5 ديت، وهنبدأ نلزق الحتة 10 سنتي في 6.5، أهم حاجة نتأكد إن هي ملزوقة تمام كويسة. عشان يبقى شغلنا كويس وما يفكش. وملحوظة كده على السريع، أنا بستخدم الشمع الأبيض الشفاف ده أنضف شمع في الشغل. وهنجيب التليفون ونحطه على الحامل بتاعنا، شغال بس، ايه رأيكم؟ تمام، ممكن نحط على الوضع ده. تمام، حاجة بسيطة وباستخدام الكرتون بس والشمع. اتفرج عليه على رأسي او افقي.